صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: طالب العلم هل له أن يعلق على هوامش التفسير مع أنه لا يكتب على الآيات شيء؟ مع أنه لا يكتب على الآيات شيء؟ لا، ما يكتب إلا كان عالم. إذا كان عالم يضيف علم ليس في التفسير ليس في الكتاب وهو عالم، لا بأس يكتب حواشي. أما المتعلم لا يكتب شيء، وبهذه الكتابة يخل بالتفسير ويخل بالكتاب ويسود الصفحات، ما يصلح هذا. إذا بغى يكتب أشياء يقيدها يكون معه دفتر، يكون معه دفتر وأوراق يقيد فيها ما فهم، عاد هو فهمه صحيح ولا ما هو صحيح يصير بالأوراق هذه، ما يصير في التفسير. نعم.